بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه هذا هو اللقاء التاسع والثلاثون في سلسله افلا تذكرون كنا في لقاء سابق تحدثنا عن اهميه البرمجه اللغويه العصبيه وان هذا العلم الذي شغل العالم لعشرين سنة الماضية أصول وأسس هذا العلم وقواعد هذا العلم موجودة أصلا في القرآن الكريم يمكنني أن أخبرك عزيز المشاهد أن أي واحد منا لديه الكثير من الميزات في قدراته وإمكانياته ولكنه لا يستعملها بسبب عدم علمه بها كما انه يمكنك ان تحل اكثر من نصف المشكله او من نصف مشاكلك يمكن حلها بمجرد ادراكك للحجم الحقيقي لهذه المشكله اذا ايها الاحبه البرمجه اللغويه العصبيه تسعى لتحسين حياه الانسان لاستغلال قدراته الذهنيه لمعالجه مشاكله التي يمر بها ولذلك يقولون ينبغي عليك ان تتخيل وكان دماغك عباره عن مجموعه من الاجهزه الهندسيه الدقيقه هذه الاجهزه تعمل وفق برامج محدده انت من سيدير هذه البرامج والا ستكون هناك مشاكل كثيره انت من سيدير هذا البرنامج الذي يشغل هذا هذا الجسم وهو مفتاح النجاح اذا لم تدرك هذه الحقيقه فسوف يدار دماغك من قبل البيئه المحيطه بك الاصدقاء الاهل المجتمع المؤثرات المحيطه به وستصبح انسانا انفعاليا وغير قادر على التحكم بذاتك او بعواطفك. الملحد ايها الاحبه يعاني من هذه المشكله انه سلم دماغه لحفنه من العابثين الذين يبيعون او يسوقون الوهم للناس يوهمونهم بانه لا يوجد اله للكون. بأن حياتك ستكون أكثر سعادة إذا اتبعت منهج الإلحاد، إذا انكرت وجود الله ستصبح سعيدا، وهذا قمة الغباء، لأن كل الدراسات العلمية اثبتت أن الإيمان مهم لمزيد من السعادة. يقولون لك ينبغي أن تترك الإسلام وتترك القرآن، لماذا؟ لتكون أكثر سعادة وأكثر طمأنينة وتعيش حياة أكثر تطورا وهذا أيضا عبث أيها الأحبة هذا أيضا من العبث في حياة الناس حياة الناس ليست رخيصة إلى هذا الحد فنحن عندما نريد أن نتبع العلم نحن الآن في عصر العلم نحن الآن في عصر العلم والمعلوماتيه وكل شيء لدينا حوله حقائق علميه فلماذا نترك هذه الاشياء ثم نذهب الى امور يعني ستضرنا وستلقي بنا في نار جهنم يوم القيامه اذا ايها الاحبه علم البرمجه اللغويه العصبيه ليس يعني علما رفاهيا أو لمجرد أنك تتعلم فقط لي يعني تطور حياتك مثلا أبدا أيها الأحبة ال ال البرمجة اللغوية العصبية هذا العلم أصلا هو موجود في القرآن الكريم قبل أن يكتشفه علماء الغرب وقبل أن يبدأوا بالترويج له ولكن استخدموه في أشياء دنيوية من اجل جمع المال، من اجل احيانا الشفاء، من اجل تطوير نفسك، تحسين قراراتك مثلا، وهكذا يعني الـ المشكله الحقيقيه ايها الاحبه اننا لا ندرك ان القران الكريم هو مصدر السعاده، ولكن عندما نسيء تطبيق تعاليم القران، نهوي الى غياهب الضلال، هذه هي المشكلة أيها الأحبة. فأنت عزيزي المشاهد تريد أن تعيش حياة مطمئنة، حياة سعيدة، حياة مليئة بالرفاهية، أصلاً المال الذي تجمعه لماذا؟ لكي يضمن لك السعادة والطمأنينة. الواقع أثبت أن المال كثرة المال تزيد المشاكل غالباً. وتطغي الانسان وتدخله في هموم ومشاكل اخرى. اذا المال ليس هو الحل. ممارسه الفاحشه والجنس وشرب الخمر والمخدرات لا تجلب لك السعاده لانها تدمر الدماغ وتصيبك بامراض قاتله مثل الايدز وغير ذلك وتخرب عليك عمليه السعاده وحياتك كلها. اذا ما هو الحل؟ اتبع التعاليم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. علماء البرمجه اللغويه العصبيه يقولون كيف تستطيع ان تتحكم بعواطفك من اجل علاج المشاكل ولمزيد من السعاده. انها عمليه بسيطه للغايه ايها الاحبه. تحتاج فقط لمعرفه قانون بسيط وممارسه هذا القانون. يخبرنا يعني بعض العلماء علماء النفس الذين درسوا هذا الموضوع بان هناك عقل باطن طبعا حقيقه ليس هناك باطن والظاهر كل شيء في الانسان ظاهر ولكن مصطلح اطلق على العقل الباطن مصطلح علمي يعني انا لست مع هذا المصطلح ولكن هو يستخدم للدلالة على الأفكار والبيانات والمعلومات المخزنة في داخلك في دماغك وتراكمت لعشرات السنين، فهذا يسمى العقل الباطن الذي يتحكم بالعقل الواعي. هناك عقل واعي وعقل باطن. العقل الواعي يقول إنه يشكل خمسة بالمئة فقط. يعني. العقل الباطن هو الذي يتحكم بالعواطف والانفعالات والمشاعر والتصرفات وردود الافعال واتخاذ القرارات ايضا. ولكن لا ندرك هذا العقل مباشره لانه عقل باطن او خفي. في العلم لا يوجد شيء خفي او غير خفي، هي خ... خ... يعني بيانات ومعلومات مخزنه في هذا الدماغ <applause> كل ما يمر بك من حوادث، من كلمات، من اشياء تسمعها. لذلك ايها الاحبه دماغك ليس رخيصا الى هذه الدرجه لتقحم فيه اي معلومه من هنا وهنا. يمكن ان اقول لكم كما ان هناك تلوث بيئي باكاسيد الرصاص والكبريت والملوثات هذه التي تطلقها عوادم السيارات والمعامل ونتيجه الحروب الى اخره. هناك تلوث صوتي بالصوت الضجيج ضجيج الطائرات والضجيج الذي نسمعه مثل ضجيج السيارات والمعامل وكذا. هناك تلوث ضوئي بسبب الاضاءة المستمرة ليلا نهارا والكثيفة تؤذي الدماغ وتسبب سرطانات احيانا. يمكن ان اقول لكم ايها الاحبه اننا اليوم نعيش عصر التلوث المعلوماتي دماغنا للاسف ملوثه بما جلبه لنا الانترنت مثل يوتيوب وفيسبوك وهذه المواقع التي تسمى بالتواصل الاجتماعي وهي حقيقه عزلت المجتمع عن بعضه اصبح كل انسان منعزل على ذاته ولم يعد يرى الاخرين حتى منعزل عن اهله واسرته او اولاده او اخوته او اقربائه. هذه البرامج سببت قطيعه الرحم ايها الاحبه للاسف. طبعا يمكن ان تستخدمها في الخير، يمكن بالفعل ان تستخدمها للتواصل ولصله الرحم وللاطمئنان على الاخرين اذا كانوا في مسافه بعيده عنك. ولكن ما نسبة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال البر والخير؟ واحد بالمئة فقط. تسعة وإذا أردتم أن تصدقوا كلامي، كل واحد يعمل إحصائية. أنت كم تجلس على اليوتيوب؟ أحسب. مثلاً جلست ساعتين مثلاً، مية دقيقة. كم دقيقة جلست من أصل المية وعشرين على شيء؟ ينفعك في الدنيا والاخره وكم ضيعت من هذا الوقت على فيديوهات تافهه تتناول مشاكلنا في العصر الحديث مشاكل سياسيه مشاكل اقتصاديه برامج سخريه والاسلام نهى ايها الاحبه الاسلام نهى قال لا يسخر قوم من قوم كل من يشاهد هذه البرامج الكوميديه التافهه التي فيها سخريه على الاخرين بغض النظر طبعا فهو يرتكب اثما من نوع ما، يشارك في السخريه على الاخرين. انت مشاهدتك لهذه البرامج وهذه المقاطع هي نوع من المشاركه اذا كان شخص يستهزئ باخر حتى عندما تشاهده وتدمن هناك مدمنون على المشاهده فانت بالتالي تساهم في السخريه على الاخرين والاسلام نهى عن ذلك. لا يسخر قوم من قوم. قال ايضا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. المقاطع الموجوده الاكثر مشاهده اليوم التي تشكك ببعض الناس طبعا منها ما على ما هو على حق وكثير منها ما هو على باطل. آه هذه البرامج التي تشكك بي بي بهؤلاء الناس ومعظمها برامج أحيانا تكون سياسية أو, أو فنية أو آه اجتماعية معظمها برامج ساخرة مثل هذه البرامج أيها الأحبة أولا تلوث العقل لا تقدم لك معلومة مفيدة يعني أنا إذا عرفت أن هناك إنسان لص و كاذب وإلى آخره وهو بعيد عني في دولة أخرى في مكان آخر بعيد عني لا يؤثر علي مباشرة ما الذي يعنيني أن أعلم أن فلان جيد وفلان سيء وهذه الفنانة تزوجت وهذا الفنان دخل في صراع مع شخص آخر وهذا هناك قضايا بين فلان وفلان وهناك كذا وكذا من هذا الكلام الفارغ هذا هو التلوث معلوماتي أيها الأحبة تلوثون عقولكم بهذه المعلومات، إذا حسبت الزمن الذي تلوث عقلك بمثل هذه المعلومات تجد أنه يشغل أحيانا 99% تصل النسبة أو 100% بعض الناس. هناك كثير ممن يرتادون مواقع الإنترنت لا يفكر أحدهم أن يتدبر آية كل يوم فقط. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو ام على قلوب اقفالها. هل تحب ان تكون مقفل القلب؟ لا تتدبر القران؟ هذا الدماغ ايها الاحبه مثل المعده تماما مثل بطن، هل تملاه باي شيء تافه؟ هل تملاه مثلا باشياء ضاره؟ انت حريص على صحتك ومعدتك. وحريص على ان لا تدخل شيء ملوث طيب كيف تدخل هذا التلوث الى دماغك وهو الاهم وهو الذي ستسال عنه يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامه الا حصائد السنتهم الا حصائد السنتهم فهذه الاشياء ايها الاحبه ينبغي ان نكون واعين منها ينبغي أن يكون دماغك هذا سليماً معافاً لا تدخل أي معلومة خطأ فيه أدخل فقط معلومات القرآن العظيم وانظر النتيجة أنا أحدثك عن تجربة أنا لدي كل يوم إن لم نقل كل الوقت معظم الوقت تأمل مع آيات القرآن والله كميه السعاده ايها الاحبه والطمانينه التي تشعر بها لا يمكن ان توصف الا لمن ذاق هذا الحال. وانا احب ان انقل لكم هذه الفائده لتستفيدوا منها. اذا ايها الاحبه نعود الى حديثنا. العقل الواعي الذي نفكر فيه لا يشكل إلا أقل من خمسة بالمئة من العقل الكامل وخمسة وتسعين بالمئة هناك عقل باطن لا نستخدمه يعني كل إنسان منا لديه طاقات بحدود خمسة وتسعين بالمئة لا يستخدم إلا خمسة بالمئة متى تظهر هذه الطاقات الإبداعية؟ تظهر في حال تعرض الانسان لمشكله قويه فتجد ان تظهر لديه حلول ابداعيه لم يكن يالفها انسان تعرض لمشكله هجم عليه شخص مثلا فتجد انه يقاومه باضعاف قوته الطبيعيه وهو يستغرب من اين جاءت هذه القوه فانت ايها الانسان لديك قوى كامنه هائلة جدا في داخلك ولكن لا تستثمر ولا تستغل هذه القوى بسبب جهلك بما لديك لان الانسان الذي يجهل ما عنده فإنه لا يستطيع ان يستخدمه يعني مثلا يقولون تستطيع ان تتصل مع عقلك الباطن عبر قنوات ضيقه، يعني انت تستطيع ان تتحكم بهذه المعلومات المخزنه في داخلك وتعطي ايحاء لعقلك الباطن بانك يجب ان تفعل شيئا ما او يجب ان تنهى نفسك عن فعل امر ما. هذا الايحاء عندما يتكرر وبخاصه قبل النوم وبعد الاستيقاظ، هاتين الفترتين مهمتين جدا. فان الدماغ بالفعل يعطي اوامر لهذا العقل الباطن ليبدا بالتغيير وتبدا حياتك كلها بالتغير. طبعا ايها الاحبه يقولون ان العلماء قد وجدوا بان الفتره التي ينشط فيها الاتصال بين العقل الواعي الظاهر يعني الذي ندركه وبين العقل الباطن هي فتره ما قبيل النوم بدقائق. وفتره ما بعد الاستيقاظ ايضا بدقائق الدكتور جوزيف ميرفي احد الباحثين في البرمجه اللغويه العصبيه يخرج بنتيجه بعد ان طبقها على الاف الناس وضعها في كتابه المسمى قوه عقلك الباطن إذا ألف كتابا جوزيف ميرفي اسمه قوة عقلك الباطن بيع منه أكثر من مليون نسخة فور صدوره هذه النتيجة تقول بأن أفضل طريقة للتحكم بالعقل الباطن أن تردد عبارات قبيل النوم وبعد الاستيقاظ تحفز لديك السعادة أو مثلا تقول منذ هذه اللحظة أنا سأقوم بكذا إذا كنت منفعل أو انفعالي سأصبح هادئا تحدث نفسك أنا سوف مثلا أترك الانفعالات والغضب وأعالج هذه المشاكل بهدوء وأتسامح مع الناس أنا سوف أتسامح مع فلان الذي أساء لي والذي أنا أرغب أن أنتقم منه، غداً سأتسامح معه، غداً إذا مررت أنا سوف أبادره السلام، أنا سوف أقول له مثلاً كلاماً طيباً بل حتى أعتذر منه مع العلم أنه هو المخطئ في حقي. طبعاً أيها الأحبة حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على استغلال فتره ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا ان يدعو بادعيه معروفه. افتحوا على الانترنت على جوجل اكتبوا اذكار قبل النوم واذكار الاستيقاظ وستخرجوا بادعيه يمكن انا والله عندما أقرأ الأدعية التي كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن أسميه رائد البرمجة اللغوية العصبية سبق هؤلاء العلماء بأربعة عشر قرنا أصعب شيء يعاني منه الإنسان قبل النوم مشاكله وهمومه وأحزانه ومشاكل العمل مشاكل الأسرة مشاكل الأولاد النقص المادي إلى آخره كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يزيل عنك كل هذه المشاكل ويجعلك تخاطب عقلك الباطن وتعطي ايحاءات تقول اللهم اني توكلت عليك واسلمت نفسي اليك خرجت انت من المسؤوليه المسؤوليات التي تقودك احيانا الى الانتحار احيانا تحدث حاله اكتئاب اذا انسان كان لديه مسؤوليات جسيمه لا يستطيع حملها واسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك كل هذه الهموم والمشاكل وضعتها بين يديك يا رب اللهم اني توكلت عليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك انا احتميت بك يا رب فلان يمكر بي فأنا احتميت بك أنت الملك القادر فلان يريد أن يؤذيني فأنا احتميت بك ولجأت إليك ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك انظروا الدقة أيها الأحبة النبي يريد أن يضعك أمام الله مباشرة <applause> عزلت نفسك عن الناس، خرجت من شخصيتك المليئه بالهموم وسلمت هذه الشخصيه وسلمت كل شيء لله والجأت ظهرك الى الله، اصبح لديك نوع من القوه. احدنا احيانا يحتمي باحد باحد ذوي السلطه او الشهره او الغنى فيشعر بسعاده ان فلان يحميه. كيف اذا شعرت كل يوم قبل ان تنام أن الله يحميك قوة قوة هائلة أيها الأحبة رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت والله هذه الكلمات أيها الأحبة تمنحك قوة وتعيد برمجة عقلك الباطل لأنك كل يوم كل يوم تقولها كل يوم هذا هذه هي البرمجه النبويه التي احببت ان اوصلها لكم، طبعا الموضوع طويل ايها الاحبه لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذه المعلومات وان يخلصنا من التلوث الفكري والعقلي وتلوث المعلومات الذي طغى اليوم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وإلى لقاء قريب إن شاء الله نستكمل رحلة البحث في البرمجة اللغوية العصبية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته